تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. السلام عليكم. يقال أن هناك سلطان في زمان ما وقد حضرته الوفاة، فاستدعى قائد جيوشه يوصيه بثلاثة وصايا قائلا: ألا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي، والوصية الثانية أن ينثروا في طريق مكان موتي حتى المقبرة قطع الذهب والفضة وأحجاري الكريمة التي جمعتها طيلة حياتي، وأما الوصية الأخيرة عندما ترفعونني في النعش أخرجوا يدي من الكفن وأبسطوهما خارجه. قال له القائد: سننفذ وصاياك، ولكن ما المغزى من ذلك؟ رد عليه قائلا: أريد أن أعطي العالم درسا لم أفهمه إلا الآن. أما الوصية الأولى فأردت أن يعرف الناس أن الموت إذا حضر لم ينفعه في رده حتى الأطباء، وأن الصحة والعمر نعمتان لا يمنحهما أحد من البشر. أما الوصية الثانية أردت أن يعلم الناس أن أي وقت قضيناه في جمع المال ليس إلا هباء منثورا، وأننا لن نأخذ معنا شيئا. أما الوصية الثالثة فليعلم الناس أننا قدمنا إلى هذه الدنيا فارغ الأيدي، وسنخرج منها كذلك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.